السلام عليكم، معكم بون بون، والنهارده رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا من كام يوم نزلت البيتا الخاصة بالجزء الثاني من هالو نيبر، او نسخة مش كاملة منها، وانا لعبتها وجربتها في قناة الجيمنج. ابقوا شوفوها واشتركوا هناك عشان نوصل فيها 100,000 مشترك. ورغم ان البيتا دي مش كاملة وريتنا جزء بسيط من احداث اللعبة، الا ان فيها اسرار وحاجات كتير غامضة، وانا في الفيديو ده هشرح لكم القصة اتوضحت لينا مين اللي شفناه في البيتا الجديدة، وهنحاول نربط أحداثها مع أحداث الألعاب اللي نزلت لهالو نيبر ومع أحداث الكتب اللي نزلت حديثا، نعرف إيه بالظبط اللي بيحصل في القصة، لأن في حاجات كتيرة جدا اتوضحت لينا في لعبة هالو نيبر الفترة الأخيرة. قبل ما نبدأ الفيديو، متنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان تنضم لجيش الأقنعة، ولأن في نسبة كبيرة منكم بتشوف الفيديوهات مش بتشترك في القناة. ومطولش عليكم وأسيبكم مع موضوع الفيديو. هديكم نبذة عن اللعبة وقصتها وشخصياتها. لعبة هالو نيبر 2 هي لعبة من تطوير شركة تايني بيلد، وهي تعتبر جزء مكمل للأحداث اللي حصلت بعد أكت 2 وقبل أكت 3 من هالو نيبر الجزء الأول، بمعنى إن أحداثها بعد رحيل اللاعب بتاعنا في الجزء الأول وذهابه لمدينة أخرى، وقبل رجوعه للمدينة بهيئته البالغة. اللعبة نزل لها 3 نسخ قبل البيتا دي. أول نسخة هي نسخة البروتوتايب، واللي معروفة باسم هالو جيست، واللي بنلعب فيها كحارس ليلي في مدينة اسمها جولدن أبل بارك، وبنقابل فيها عدو جديد اسمه ذا جيست أو الضيف. وتاني نسخة هي نسخة ألفا 1، واللي بنحاول ننقذ فيها الجار أو مستر بيترسون من شخصية ذا جيست اللي ظهرت قبل كده برضه في نسخة البروتوتايب. وما اتكلمت عن النسختين دول في فيديو ليا قبل كده وشرحتهم بالكامل، يبقوا شوفوهم ضروري جدا، الرابط هتلاقوه في الوصف. وفي نسخة تالتة نزلت ليها وهي نسخة ألفا 1.5، ودي ما اتكلمتش عنها بس هكلمكم عنها في فيديو النهاردة. والتلات نسخ دول ليهم علاقة أو صلة بنسخة البيتا اللي نزلت واللي هنركز اهتمامنا عليها في فيديو النهاردة. قصة اللعبة بتتكلم عن إننا بنلعب واحد اسمه كوينتن. كوينتن يكون صحفي محلي، بس الصحفي ده بدأ يجيله شكوك بخصوص جاره اللي ساكن جنبه، واللي بيكون مستر بيترسون نفس الجار بتاع الجزء الأول. واتضح إنه نقل لبيت تاني غير البيت اللي شفناه في الجزء الأول، والسبب هو إن بعد ما اللاعب بتاعنا هرب من البيت بتاعه في الجزء الأول بلغ عنه الشرطة، والشرطة فتحت تحقيق في البيت بتاعه، وحتى بنقدر نلاقي الشرطة واقفين وعمالين يفتشوا في بيته القديم. لذلك هو نقل لبيت جديد، وبنلاحظ ان بيته الجديد بيحتوي على اجسام حيوانات وعظم ليهم، مما يوضح انه ساكن في متحف، ولكن هو حوله البيت. وكوينتن كان بيشك في الجار او مستر بيترسون بشكل كبير جدا، وحاسس ان في شيء غير طبيعي يخصه. ففي اشاعات انتشرت عنه بتقول عليه انه بيحبس الناس في القبو بتاع بيته، واشاعات تانية بتقول ان في اطفال راحوا لبيته ما سمعوش عنهم حاجة بعد كده، والناس في المدينة بيحاولوا بس انهم يتجنبوا التعامل معاه ويتجاهلوا الاصوات بتاعت الاطفال اللي بتطلع من منزله، بحيث ان في صوت بكاء مستمر من العلية بتاعت بيته. بس اللاعب بتاعنا بيكون عنده شك قوي ان جاره او مستر بيترسون هو السبب في جميع حالات الاختفاء اللي حصلت في المدينة، بحيث ان المدينة كان بيختفي منها ناس كتير، بس ما فيش حد بيؤمن بنظرياتك او اعتقاداتك. لذلك بيقرر اللاعب انه يدخل بيت الجار الجديد ويحاول يكشف سره وحياته. وقوانين اللعبة هي انك تدخل بيت الجار وتحلل الالغاز اللي بداخله وتفتح العلية بتاعت بيته عشان تعرف مصدر صوت البكاء اللي صادر منها، عن طريق عدة عناصر تقدر تجمعها من اشخاص مختلفين في المدينة. والعناصر الاساسية اللي لازم تجمعها هي رؤوس الحيوانات، واللي هم راس الدب وراس السمكة وراس الخنزير. راس الخنزير هتقدر تلاقيه عادي في أوضة في بيت الجار، وبالنسبة لراس السمكة فهتلاقيه عند نجار اسمه مستر أوتو، وراس الدب هتلاقيه في بيت العمدة بتاع المدينة. لما تركب كل العناصر دي في أجسام الحيوانات اللي في بيت الجار هيطلع لك مفتاح طويل تفتح عن طريقه العلية اللي بيصدر منها صوت طفل بيبكي، ولما اللاعب بتاعنا يفتحها ويقرب من الطفل اللي عمال يبكي بتيجي شخصية ذا جيست من خلفه وبتهجم عليه من الخلف. وشخصية ذا جيست كانت هي نفسها العدو الرئيسي في أول نسخة للعبة اللي معروفة باسمها اللوجيست، وهو برضه اللي خطف الجار
في 1001 و1001.5 في اللي جابه هنا وهي علاقته بالجار وبيته، وده اللي عرفكم عليه لما يتكلم عن الحقائق. دلوقتي خلينا نتكلم عن شخصيات اللعبة، الشخصيات اللي زي مستر أوتو والعمدة والكلب وجردة والشرطي كيث، كلهم بيكون عندهم عنصر مهم في المكان اللي هم فيه انت هتحتاجه، وعشان تاخده منهم لازم تلهيهم، وبيتم إلهائهم بطرق مختلفة حسب الشخصية. فمثلا الشرطي لازم تشغل الإنذار بتاع العربية بتاعته عشان يطلع من البيت اللي هو فيه وتقدر تاخد المقبض الحديدي منه، وجردة لازم تحرق المطبخ بتاعها عشان تتلاقي وتاخد المفتاح اللي موجود عندها، والكلب لازم ترمي له قطعة دونات عشان تاخد المفتاح من الحديقة واللي يفتح لك البوابة بتاعت بيت الجار، وهكذا مع كل الشخصيات. وشخصية ذا جيست ودرونك لما تروح المكان الغلط خلال لعبك للعبة بيمسكك وبيمنعك من الذهاب إليه، وبيظهر في نهاية اللعبة هو بيمسكك زي ما قلت لكم من شوية، وبيظهر برضه في البداية بتاعت اللعبة هو بيتعارك مع اللاعب، قد يكون ده مشهد هنشوفه مستقبلا في اللعبة. وشخصية الجار طبعا ودوره زي الجزء اللي فات بالظبط، لو شافك في البيت بتاعه هيجري وراك وهيحاول يمنعك من الوصول للعلية، ولو مسكك هيطردك من البيت في ثواني وياخد كل الحاجات اللي انت خدتها من بيته. بس الفرق ان في الجزء ده باين عليه الحزن والكآبة اكتر من الجزء اللي فات. قبل ما اتكلم عن احداث الجزء ده خلونا بس نفتكر ونسترجع الاحداث اللي حصلت قبل كده في لعبة هلو نيبر الاساسية وهلو نيبر هايد اند سيك واحداث الكتب المهمة، لان مر وقت طويل من اخر مرة شرحت قصة اللعبة. الجار او مستر بيترسون كان راجل عادي جدا بيشتغل مهندس، وبنى مدينة ملاهي اسمها جولدن ابل بارك، وهي نفسها مدينة الملاهي اللي بنشوفها في لعبة هلو جيست النسخة التجريبية من هلو نيبر 2. مدينة الملاهي اللي عملها مستر بيترسون كانت سيئة وغير ملتزم بقوانين فيزيائية فيها، مما خلى طفلة اسمها لوسي تموت خلال لعبها في مدينة الملاهي بتاعته بسبب لعبة من الألعاب اللي هو بناها. وبعد الحادث ده بيتم إغلاق مدينة الملاهي بتاعته، ومستر بيترسون بقى عاطل عن العمل وبقى قاعد في البيت مع زوجته ديان وابنه ايرون وبنته مايا. بس زوجته للأسف في يوم من الأيام هو ماشي معاه بالسيارة عمل حادثة وخبط عربية، مما خلى العربية تتقلب بيهم، هو ما حصلوش حاجة خلال الحادث. أما بالنسبة لزوجته فتضررت بشكل كبير جدا، فهي راحت المستشفى وماتت بعدها. وبعد موت زوجته مستر بيترسون أصبح حزين جدا على فراقها، وعياله برضه كانوا زعلانين جدا بسبب اللي حصل لأمهم. بس بالنسبة لابنه آيرون فبدأ يجيله اكتئاب شديد جدا وأصبح حدواني بعد موت أمه، وكان بيضرب أخته كل شوية لما تحاول تهزر معاه أو تفرحه، لحد ما في مرة وهما بيلعبوا مع بعض بيقوم بدفع أخته من السطح وبتنزل وبتموت بعدها. وبعد ما آيرون عمل كده راح مستر بيترسون يدفن جثتها، ومستر بيترسون اتضايق جدا وزعل من آيرون وجاله حالة اكتئاب شديدة، فبيقرر إنه يحبسه في القبو زي ما بنشوف في لعبة هلو نيبر 1 لسببين، السبب الأول هو عشان يعاقبه، والسبب التاني هو عشان ما يعرضش ابنه للمساءلة القانونية. وبدأ في إنه يعلق لافتات في أنحاء المدينة بيدعي فيها إن عياله مفقودين، وهي اللافتات اللي بنشوفها في أنحاء المدينة بتاعت الجار عشان محدش يسألوا عنهم ويكونوا راحوا فين، لذلك ادعى إنهم مفقودين. والحقيقة إن واحدة ماتت والتاني محبوس في القبو. آيرون ابن مستر بيترسون بعد حبسه في القبو بدأ إنه يحضر طقوس شيطانية عشان يتحول بعد كده شخصية ذا سينج أو الظل، واللاعب اللي بنلعب بيه في الجزء الأول بيكون ساكن قدام مستر بيترسون واسمه هانيكي روث، ويكون برضه صديق لآيرون اللي اتحبس في القبو بحسب الكتب بتاعت اللعبة، وبيكون عايز يعرف اللي حصل لآيرون صديقه، والفضول بيقتله وبيعرف إن مستر بيترسون حبسه في القبو، فبيقرر إن يدخل البيت بتاع مستر بيترسون عشان يفتح باب القبو وينزل ليه ويطمن على آيرون ويقوم بتحريره. ولكن مستر بيترسون بيمسكه وبيحبسه هو كمان بعد دخوله القبو، وبيعمل سور طويل جدا حوالين بيته عشان نيكي ما يعرفش يهرب ويعرف الناس أسرار بيته. واللاعب بتاعنا بيعرف يهرب في الآخر من بيت مستر بيترسون، ولما يهرب بينزل لنيكي وكأنه بيقول إنه ما يقولش لحد عن اللي شافه في بيته وإنه قام بحبس ابنه. واللاعب بتاعنا بيبلغ عليه الشرطة وبيتفتح تحقيق في بيته زي ما نشوف في لعبة هلو نيبر 2، وبينتقل بعدها اللعبة اللي بنلعب بيه في الجزء الأول لمدينة أخرى. وبالنسبة لمستر بيترسون فبينتقل في المتحف اللي جنب بيت كوينتن. بس السؤال هو ايه اللي حصل بعد كل الكلام ده، وليه بنشوف ان في جزء كبير من المدينه بغرق الميه، وايه سر شخصيه ذا جيست اللي فجاه بقى جزء من قصه هلو نيبر، وليه سكان المدينه بتاعت مستر بيترسون بيتصرفوا بغرابه؟ معنى كده في احداث كتير حصلت قبل هلو نيبر 2 احنا ما شفناهاش وما نعرفش عنها حاجه. بعد كل الكلام ده وانتقال مستر بيترسون للمتحف
شخصية مستر بيترسون بيبدأ يجيله حالة اكتئاب شديدة وبيكره الدنيا باللي فيها. فشرطة فتحة تحقيق معاه وخسر كل عائلته، وحتى آرون آخر فرد من عائلته خسره هو كمان وبقى عبارة عن وحش. فعشان كده بيقرر انه يصبح شرير زي ما الناس كانت بتعتقد عنه، رغم انه مش شرير اصلا. كل اللي كان عايزه انه ينعم بحياة كويسة، ولكن تم سلب حياته منه واصبح وحيد بدون اي عائلة. فبيقرر مستر بيترسون انه يدمر حياة الناس زي ما حياته اتدمرت، فما عادش خلاص في شيء تاني يخسره في حياته. مستر بيترسون بيقرر انه غرق المدينة اللي هو عايش فيها واللي اسمها زي ريفن بروكس، وبيروح لمحطة طقس قديمة وبيصنع فيها جهاز يعمل عاصفة جديدة جدا تخلي الدنيا تمطر لحد ما المدينة تغرق كلها، عشان يخلي الناس تشعر بشعور فقدان شيء ثمين زي ما هو فقد عائلته. وده بحسب طبعا كتاب زي ريفن بروكس ديزاستر، او مصيبة مدينة ريفن بروكس اللي نزل من ايام بسيطة. وفي الناحية التانية في احداث الكتاب ده كان في اختين عايشين في نفس المدينة بتاعة الجار، واحدة اسمها روجينا والتانية اسمها بريس. بريس تكون الاخت الكبيرة وروجينا هي الصغيرة. لما يعرف عن العاصفة اللي مستر بيترسون عملها بيقرروا انهم يركبوا عربيتهم مع الكلب بتاعهم ويهربوا من المدينة، عشان كل سكان المدينة في الوقت ده بدأوا في الرحيل منها هم كمان. بس هم ماشيين في شوارع المدينة بيصطدموا بمخلوق غريب واللي هو شخصية ذا جيست اللي اتكلمت عنه من شوية. وأول ما اصطدموا بالكائن ده سيارتهم اتعطلت وما كانوش عارفين يعملوا ايه. بس بعدها بشوية جت شاحنة ضخمة من بعيد، وكان سائق الشاحنة دي هو مستر بيترسون، وكان راح يهرب من المدينة بعد ما عمل عاصفة بتاعته. مستر بيترسون بيصعب عليه الأختين فبيعرض عليهم المساعدة وإن يوصلهم لمكان آمن، وفي الآخر بيوافقوا بيركبوا معاه وبيوصلهم في النهاية لمحطة وقود. والأختين بيحصل بينهم خلاف في محطة الوقود من خلال روجينا أو الأخت الصغرى تزعل وتسيب أختها الكبيرة في المحطة، وبتروح تتسلل وبتركب في صندوق الشاحنة بتاعت مستر بيترسون، والتانية بتفضل في المحطة. وروجينا أول ما ترجع الشاحنة بتنتقل لعالم غريب بتقابل فيه شخصية ذا جيست اللي اصطدموا فيه من شوية، وبيكشف القناع اللي تحت وشه وبيكون شكله نفس الشكل بتاع اختها بريس. وبعدها بيصنع لها نسخه وهميه من الكلب بتاعها، ولكن مستر بيترسون بيصحيها بعدها ونكتشف ان كل ده كان عباره عن وهم من شخصيه ذا جيست. والجزئيه دي وضحت لنا شخصيه ذا جيست في الحقيقه بيمتلك 3 قدرات مختلفه. الاولى انه يقدر يحول نفسه لاي شكل هو عايزه، فهو حول نفسه لشكل بريس. والقدره الثانيه انه قادر على صناعه نسخ وهميه من الكائنات، لانه صنع نسخه من الكلب بتاع روجينا. والقدره الثالثه انه قادر على دخول عقول الناس زي ما دخل عقل روجينا وخلاها تشوف الوهم ده. واكيد ناس هتتسائل هو ايه سر الكيان ده، والحقيقه ان الكيان ده اصله مش معروف. كنا نعرفه عنه انه ظهر فجاه في مدينه ريفن بروكس او المدينه بتاعت مستر بيترسون، وبيعمل اشياء غامضه في المدينه زي اخذ الاشياء من الناس. وما سبق قلت لكم ان الكيان ده يكون من حماه الغابه في اخر فيديو ليه عن هالو نيبور. والشيء المثير للاهتمام اكتر ان في كتاب تاني اسمه باد بلاب، والكتاب ده هو اللي عرفنا هو ذا فيزيتور وسبب خطفه لمستر بيترسون، بحيث ان الكتاب ده ذكر فيه ان في مجموعه من الكائنات الناس اطلقوا عليها اسم حماة الغابه، والشخصيات دي عباره عن مخلوقات هجين بين البشر والغربان وبتعيش في الغابات. والكائنات دي اتضايقت جدا بسبب مدينه الملاهي اللي عملها مستر بيترسون، واتضايقوا لانه عمل مدينه الملاهي بتاعته في الغابه لانهم بيحبوا الغابه بتاعتهم ومش عايزين حد ياذيها او يشوهها. لذلك هم كانوا بيروحوا يقتلوا الاطفال اللي بيلعبوا في مدينة الملاهي بتاعت مستر بيترسون كانتقام، وكانوا بيعيشوا في مدينة الملاهي فسادا لانهم مش عايزين حد يكون موجود في المكان ده. واحنا نلاحظ مواصفات الشخصيات دي بتنطبق تماما على شخصية ذا فيستور اللي خطف الجار، بحيث ان عنده نفس المواصفات بتاعت حماة الغابة، مما يعني انه يكون واحد من حماة الغابة. ولكن حماة الغابة تم الكشف انهم بشر عاديين بيرتدوا ازياء بتتشابه مع ازياء الطيور، وكل اللي انتشر عنهم كان مجرد اشاعات انه تم القبض عليهم كلهم بعد الفساد اللي عملوه في المدينة. وده بحسب كتاب جريف ميستيكس لهالو نيبور. فمعنى كده ان شخصيه ذا جيست مش واحد منهم، وانما هو يكون كائن عجيب بيمتلك قدرات سحريه واصله اهدافه مجهوله، لان ما ذكرش عن حماه الغابه انهم بيمتلكوا قدرات سحريه. وبعد ما مستر بيترسون صحاها كان متضايق جدا منها لانها اتسللت للصندوق بتاع شاحنته، واتضح انه مشى بالشاحنه لمحطه الطقس القديمه اللي فعل فيها جهاز العاصفه بتاعته، وكان رايح عشان يطمن انه شغال كويس. بس هو رايح يطمن على الجهاز قفل على اخته الصغرى روجينا وسابها محبوسة في الشاحنة، بس هي بتعرف تخرج وبتقوم بتتبعه لداخل المحطة وبتشوفه مع الجهاز، وبيقول لها بكل صراحة انه عايز يغرق المدينة عشان يصنع مستقبل جديد. وبعدها بيمشي عشان يتحقق من شيء في الطابق السفلي. هو ماشي استغلت الفرصة وكانت رايحة عشان تعطل الجهاز، بس طلع انه عامل فخ لأي حد يقرب من الجهاز بتاعه ويخليه يتربط في السقف، فبتتربط روجينا في السقف. وبعدها بيرجع مستر بيترسون وبيقول لها ان الطابق السفلي اصبح كله مية، مما يشير المدينة بالفعل بدأت تغرق. ولما بيشوف روجينا متعلقة بيعرف انها حاولت تعبس في الجهاز،
فبيقرر انه يسيبها وبيقول لها ان المكان كله هيغرق خلال ساعة واحدة وانه سنحت الفرصة ليكي للهروب، بس الوقت اصبح متأخر وان الجهاز اصبح خارج عن السيطرة. وكانت ريجينا عمالة تحاول تقنعه ان يوقف الجهاز، ولكن بيقول لها انه مش متأكد انه عرف يوقفه، وانه حتى لو مدينة غرقت مفيش حد هيموت لان تم اخلاقها. بس هي بتقول له ان اختها الكبرى اكيد بره عمالة تدور عليها في المدينة دلوقتي، وبالفعل اختها بتكون بتحاول تدور عليها وبتكون بتعاني بسبب المياه الكتير اللي غرقت المدينة. ولكن مستر بيترسون بيرفض، بيقول لها انها ممكن تنجو من الغرق. ولما تسأله هو ليه بيعمل كده بينفعل عليها وبيقول لها انه عايز الناس اللي في المدينة يحسوا بشعور فقدان شيء ما زي ما هو فقد عائلته. وبعدها ريجينا بتقول له انت بتعمل كل ده لانك وحيد وعايز تسلب المدينة من الناس، لانك عايز الناس تشعر بنفس المعاناة والألم اللي انت حاسس بيهم. وبتقول له بعدها انه مش لازم تكون شرير وانه مازال في وقت تصحح فيه الامور. مستر بيترسون بيلين قلبه بعدها لما تطلب منه انه يطفي الجهاز لاخر مره، بيسمع كلامها وبيروح عشان يطفيه، بيقرر انه يرجع انسان كويس زي الاول. ولما يروح يطفيه المفاجاه كانت ان شخصيه زاجست ظهرت لمستر بيترسون وبيمنعه من غلق الجهاز وبيمسكه وبيخنقه تحت في الميه. وفي الوقت ده بتوصل بريس اخت ريجينا الكبرى لمحطه الطقس بعد ما الكلب بتاعهم دلع المكان، وبتسمع صوت الاستغاثه بتاع اختها فبتروح تحررها وبتنجح في تحريرها. وبتقرر اختين بعد كده انهم يطفوا الجهاز بعد فشل مستر بيترسون، فبتربط ريجينا بريس وبتمسكها كويس وبتنزل بريس تحت في الميه عشان تطفي الجهاز وبتنجح في اطفائه. لكن شخصيه ذا جيست بيهجم عليها وبيقطع الحبل المتوصله بيه، بس هي بتعرف تهرب منه وبتطلع لفوق، بس هو بيلاحقها لفوق وبيظهر قدامهم لكن بهيئه مستر بيترسون، لان زي ما احنا عارفينه بيعرف يغير شكله زي ما هو عايز. وبالنسبه لمستر بيترسون الحقيقي فما يكونش عارفين هو ده فين. ولما يجي ذا جيست يهجم عليهم الكلب بتاعهم بيمنعه وبيسكتوا في الميه، وبعدها بيهربوا كلهم من محطه الطقس واهلهم بيجوا ياخدوهم وبيكونوا كده انقذوا المدينه من الغرق وعاشوا حياه سعيده. بس بعدها بتيجي رساله للاخت الكبرى لصوره لمستر بيترسون، ولما تبص في الخارج بتلاقي شخصيه ذا جيست واللي بتشير انه يفضل يلحقهم بهيئه مستر بيترسون. وكده بتنتهي قصه ريفن بروكس ديزاستر او كارثه مدينه ريفن بروكس، قصه وضحت لنا احداث كتير حصلت قبل اللي احنا شفناه في هلو نيبر 2. ده السبب اللي بيخلي فيه جزء كبير من المدينه غرقان، وده السبب العاصفه اللي حصلت في الكتاب من جهاز مستر بيترسون. وطبعا القصه دي تركت لنا تساؤلات كتير زي ايه اللي حصل لمستر بيترسون؟ وذا جيست وداه فين؟ هل هو اطلق سراحه بكل بساطه لذلك بالله في هلو نيبر 2؟ والاجابه هي في الحقيقه لا، لان الجار اللي احنا بنشوفه في الجزء الثاني في الحقيقه ما يكونش اصلا مستر بيترسون او الجار الحقيقي، وانما هو يكون ذا جيست بس متنكر في شكله. وفي اشياء بتثبت كده، اولهم ان احنا شفنا شخصيه مستر بيترسون من ضمن الاشخاص المفقودين في اعلان اللعبه، حتى في نسختين الالفا بنلاقيه مفقود، بمعنى ان اللي احنا بنشوفه ده ما يكونش حقيقي اصلا فالحقيقي يكون مفقود. تاني دليل ان احنا في ملفات اللعبه بنلاقي ان في اتنين من الجار، واحد بيبان انه مزيف والتاني يكون حقيقي، فده يعني في نسختين منه في اللعبه، نسخه حقيقيه واللي هو مستر بيترسون اللي احنا عارفينه، ونسخه مزيفه هو شخصيه ذا جيست. تالت دليل في اعلان اللعبه بنلاقي في اخر هجمه لمستر بيترسون بيظهر معاه لقطات لهجوم شخصية ذا جيست. من الممكن مطورين عملوها عشان يوضحوا لنا انهم يكونوا واحد، فده يعني مستر بيترسون ده يكون مزيف، وما هو الا شخصية ذا جيست بس متنكر على هيئته زي في نهاية كتاب ريفن بروكس ديزاستر. طيب بما ان الجار ده يكون مزيف، اذا ايه اللي حصل للجار الحقيقي في نسختين الالفا اللي نزلوا قبل البيتا؟ بنشوف فيهم ان مستر بيترسون الحقيقي شخصيه ذا جيست خطفه وحبسه في بيت قديم، واحنا بنكون بنحاول نحرره، فالواضح المكان اللي احنا بنشوفه في الالفا هو المكان اللي شخصيه ذا جيست حبس فيه مستر بيترسون بعد ما هو اتخانق معاه في محطه الطقس، لذلك هو مفقود. طيب ناس هتسال دلوقتي هو ايه تفسير نهايه اللعبه اللي بنطلع فيها للعليه وبنلاقي خيال لطفل واقف ولما نقرب منه بيمسكنا ذا جيست؟ لو شغلنا فري كاميرا في المكان ده هنلاقي ان الطفل ده ما هو الا طفل مزيف، فهو تمثال خشبي والصوت الصادر منه عباره عن صوت مزيف. واحنا في الالفا 1.5 اللي انا مشرحتهاش بنشوف ان شخصيه ذا جيست هو المسؤول عن خطف الاطفال والناس من المدينه، فاحنا بنشوف ان بيخطف مجموعه من الاطفال وبيحبسهم، بمعنى اللي بيخطف الاطفال والناس من المدينه يكون شخصيه ذا جيست مش مستر بيترسون زي ما اللاعب بتاعنا بيعتقد، وان يكون هو الشرير الحقيقي. طب دلوقتي ناس هتسال هو ليه الناس اللي احنا بنشوفهم في المدينه بيتصرفوا نوعا ما بغرابه؟ احنا عارفين شخصيه ذا جيست قادر على صناعه نسخ من الكائنات، هل من ممكن السكان اللي احنا بنشوفهم دول يكونوا عباره عن نسخ من صنع شخصيه ذا جيست ويكونوا تحت سيطرته؟ لذلك بنلاقيهم بيتصرفوا بغرابه اتجاه اللاعب بتاعنا،
والنسخ الحقيقية منهم يكونوا مختطفين من قبل ذا جيست. اكتب برضو رأيك في التعليقات. عموما لعبة هالو نيبر 2 زي ما قلت هي مازالت مش كاملة ولسه هتنزل كاملة في 6 ديسمبر القادم، ويتم الإجابة فيها على كل الحاجات الغامضة وتساؤلاتنا، وهنعرف أخيرا الحقيقة بتاع شخصية ذا جيست بيكون عبارة عن إيه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة، ومع السلامة.